لا حقوق للإنسان في اليمن في عهد الميليشيا الحوثية. ميليشيا لم تحمل سوى الموت في صنوفه المتعددة قتلا وتشريدا ومصادرة لمستقبل جيل في الحياة والتعليم. يوم عالمي لحقوق الإنسان تحتفي به محافظة مأرب كاشفة حجم الانتهاكات الحوثية وأعداد الضحايا المدنيين. تعرفون جيدا أن الميليشيات الحوثية تحاول تقلق الأمن والسكينة العامة في المحافظات المستقرة وبالذات وخصوصا محافظة مأرب. فالذي نأكد هنا لدينا قضاء، لدينا نيابة، لدينا أمن، إدارة أمن. هذه الأدوات كلها بتعمل في محافظة مأرب أفضل حال من المحافظات الأخرى، فوضعنا طيب وجيد في هذه المحافظة، ولا علينا إلا أن نتعاون مع الأجهزة الأمنية ومع السلطة المحلية في استقرار وأمن هذه المحافظة. أكثر من 5000 حالة تهجير وما يزيد عن 400 قتيل من المدنيين رصده التقرير الحقوقي الذي أشهره مكتب حقوق الإنسان في المحافظة، رصيدا الحالات منذ أغسطس 2014 حتى ذات الفترة من العام الحالي 2017. التقرير الذي تم إشهاره اليوم وهو عبارة عن الأرقام التي استطعنا الوصول إليها ورصد من رصدها وتوثيقها من أغسطس 2014 حتى أغسطس 2017، تحدثنا في التقرير عن 5108 عدد المهجرين وهو الإحصائية التي تم الوصول إليها، بينما بلغ عدد القتلى من المدنيين 404 وعدد المصابين 532 شخص في محافظة مأرب فقط. عجز الحوثيون عن إسقاط مأرب عسكريا فوجهوا قذائف الموت والصواريخ البالستية نحو المدنيين، وما تزال الألغام الجريمة التي يستمر ضحاياها بالسقوط لعقود. في اليوم العالمي لحقوق الإنسان يستعرض هؤلاء جرائم ميليشيا الحوثي التي ما تزال متواصلة في حق اليمنيين. خليل المليكي، سهيل، مأرب.